ملك غادي يمشي وخرج بحال شي واحد سرق، سرق بالليل وخرج بالليل قبل ما طلع النهار عليه. الا مشى انا واحد مغربي انسان عاقل، علاش غادي نخلصوك؟ علاش نخلص واحد الملك مو كتمتع مع واحد البوليسي في نيي؟ حنا اللي كنخلصو داك البافيو، كنخلصو هذا الملك تا هو تنخلصوه ويجي هذاك الثالث حتى هو الحسن الثالث ونخلصوه. واش عندنا الخرزه هي هادي؟ هذا هو السؤال اللي خصك تطرحو السي الاستاذ. ما تقدرش تطرحو حتى غير 50% مغربي، 50% صبريوني فاقدم، اليس كذلك؟ المغاربه غير كونسادو، ها المغربي انسان كونسادو بوريتو.